ثم حالات الوفاء العجيبة التي رأيناها من أبي الفضل، هي الأخرى لا تنبئ عن مجرد الوفاء، وإنما وفاء ملتصق بطبيعة عقيدة تكتنف كل شخصية أبي الفضل. لم يكن قوله مختلف عن عمله، وهذا الأمر لم يكن في الظرف العادي، وإنما في ظرف شديد للغاية. لو نظرنا إليه وهو يقف على مشرعة الفرات، مشرعة الفرات تارة ننظر إلى أن فارسا وصل إلى الماء، وأخرى نرى المشهد بأن هذا الفارس قد خاض حروبا، كان على عطش شديد، وكان محاصرا، يعني الجيش الذي كان قد تكفل بحماية المشرعة ومنع الحسين عليه السلام وجيش الحسين من شرب الماء كان يربو عددهم على 3000 مقاتل وهو لوحده. كيف يمكن له أن يتعامل مع هذا الأمر، وبأي طريقة يتعامل مع هذا الأمر؟ المشهد هنا يتراءى لنا، يلتمس الماء، يحس ببرد الماء، وهو الذي كان لسانه يابسا تماما كالخشب. وعندئذ يخاطب نفسه، يخاطب نفسه: يا نفس، من بعد الحسين هوني، ومن بعده لا كنت أو تكوني. هذا الأمر لا يمكن أن يطرح في مزاد المزايدات أو في مزاد المبالغة أو فيما إلى ذلك، وإنما يعرب عن حالة وفاء شديدة. وهذه الحالة لا شك ولا ريب ترتبط بطبيعة البصيرة التي تكتنف هذه الشخصية العظيمة.